الانتماء ولا الاحتراف يا إمام؟ وقتنا الحالي؟ في معتقداتك أنت مؤمن أكيد إن الانتماء ولا الاحتراف؟ لا أكيد طبعاً الاحتراف ده بيبقى يعني أي حد بيبقى نفسه يحقق أحسن حاجة في الدنيا، فالاحتراف ده بيجي زي ما بيقولوا بيجي مرة كده. بس إن شاء الله طول ما أنا عندي طموح إن شاء الله، أنا متأكد بنسبة 100% إن شاء الله إن أنا لو جالي الاحتراف أكيد النادي الأهلي، طبعاً بعد ما أخد مع النادي الأهلي أفريقيا بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله. وإن شاء الله الناس يعني حتى لو في عرض ولا في أي حاجة أكون ماشي برضاهم، هم أهم حاجة. بس أنت عندك بتبقي الاحتراف على الانتماء. ممكن.